اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنت بتكلم مع حضراتكم النهارده على اكله سمك على السريع، اعملها بشكل كده بيتوتي ونيلي شويه. طبعا سمك النيل احنا كلنا عارفينه اكيد، هو اربع خمس انواع مش اكتر ولا اقل. رقم واحد البولتي، اثنين عندك هتلاقي المكرونة، ثلاثة هتلاقي عندك في جمبري طبعا اكيد في النيل، بس الجمبري اللي هو المحمر شكل استاكوزا شوية، وعندك كمان القشر البياض. يعني في كم نوع كده سمك احنا بنحبه جدا وتعابين طبعا. بس طرق السمك البيتي او البلدي شوية ليها طعم ما بتغيرش. يعني فكرة زمان احنا ما كناش عندنا اكتر الاكلات للناس اللي يعني اللي هم اكلت السمك بيروحوا يشتروا السمك من السوق، كام سوق موجودين، وفي ناس كمان ما بتشتريش من السمك من سوق سمك، بيروحوا على البحر على كورنيش من الاول الكتكات لحد اخر الوراق، هناك في صيادين. ده كان من زمان لحد الان في، لو انتم فاكرين من سنه كده صورنا برضو في النيل ونزلنا كده بقارب وبتاع وكلمنا مع الصيادين، كان في الحته في حته اسمها الوراق. فالوراق دي من اول من بعد اللهم صل على سيدنا محمد، من بعد الكتكات لحد الوراق ده كله، النيل ده كله جواه صيادين. فالصيادين دي بتنزل الصبح بدري وبتجيب السمك. في ناس من اهالي المنطقه بيقفوا على الشط بيستنوا الصيادين وهم راجعين، ويجيبوا السمك في الشبك وبيجيبوه كمان في جراد الميه، فبيشتروا السمك وهو لسه صاحي. دي ليها طعم تاني خالص. لو ما لحقوش بيروح يشتروه من عند السمكين، والسمكين بيشتروه من عند الصيادين. يعني هي التركيبه واحده. اللي بيفرق السعر طبعا، اكيد ممكن تلاقي فرق في الكيلو 5 جنيه 7 جنيه عشان خاطر طبعا اكيد يوصل للسماك، والسماك عنده محل ايجار، قصه طويله. فالسمك النيلي هو ليه طعم كويس جدا. البولتي اساسيات السمك النيلي، وفي مزارع كتير جدا بتطلع سمك نيلي وبتخليه يبقى سمك مزارع، بتكاثر وبتاع والموضوع بيكبر اكتر وبيبقى كميات والشكل واحد بس مش الطعم. اللي عرفني ان السمكيه دي نيلي او مش نيلي او فريش او مش فريش عده حاجات. رقم واحد اللون، رقم اتنين اللحم من جوه، لحم السمكة بيبقى لونه مختلف تماما عن البلدي او عن الفريش، ورقم ثلاثة الديل. هنشوف كل حاجة مع بعض. انا عايز اعمل ايه النهاردة بقى؟ عايز اعمل النهاردة صينية سمك بولتي، هنجيبها مع بعض حضراتكم ونشوف هتتبل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. صينية سمك بولتي بالبطاطس وبالخضار. مدام قلنا صينية سمك بطاطس وخضار، نجيب مثلا كده 3 8 دي كده، ماشي الكلام، اربع سمكات متنضفين زي الفل، ماشي الكلام. طيب تعالى يا عم شفيق، عايز اتكلم بشكل بسيط على السمكيه. السمكيه زي ما حضراتكم شايفين لازم يكون عينيها بالشكل ده. بص يا شفيق كده، لازم عين السمكه تكون واضحه، مش يعني مش غايبه عن الوعي ومش حاسس ان هي عامله كده وبتاع وتحس ان هي بقى 3 ايام نايمه وكلام من ده، لا لازم تكون كده. وانا بحب اتبل السمك كويس، حتى انتم شايفين بواقي التنظيف ده ليمون، بذر الليمون ده شايفه ليمون. وهعمل كمان الحركه بتاعت كل مره الخل، لازم انضف السمك بتاعي حبه خل كده، ولو حبيت والعب اكتر حبه ملح كتير كده، وابدا اغسل كويس قوي السمكايه بس واحده واحده، سيبها شويه كده بالخل والملح وهي واخده ليمون قبل كده. طيب هتعمل ايه بقى في تتبيله السمك دي؟ هتبله الاول عادي جدا زي ما يكون هيتحمر لوحده، لان لو انا تبلت السمك واشتغلت بيه ني في ني هيبقى زفر. في انواع سمك ممكن اشتغل بيها ني في ني مع البطاطس ومع الخضار ومع صلصه الطماطم تمشي معايا في الفرن، وفي انواع لو حبيت ان انا اعمل الحركه دي وارد تزفر لي طعم البطاطس طعم الخضار بتاعي. فانا بعمل ايه؟ بسخن طاستين عادي جدا وهشتغل فيهم عادي جدا تحمير بالدقيق وكل حاجه وتمام التمام. ولكن اللعبه هنا بقى فين؟ في التتبيله، اللي هي عباره عن هجيب عندي رقم واحد معلقتين توم، ادي واحده اتنين ماشي الكلام، والهريسه ان انا ما بقدرش استغنى عنها واقول لكم بتتعمل ازاي، برده واحد اتنين كمان واحده. الهريسه هي ما فيهاش حاجه صعبه على فكره، بنجيب راس توم، خمس ست قرون فلفل حار، وليمونتين ثلاثه بقشرهم، ليمونتين ثلاثة بقشرهم وراس التوم، وكمان عندي الليمون، واحطهم في الكبة يضربوا كويس قوي، وافك عليهم بحبة خل، واديهم كمان لو حبيت ملح كتير وازود ملح شوية عشان ده تتبيلة سمك، واحط عليهم كمان لو حبيت في الأواخر زيت. لو أنا عايز أسيبها عندي تتخزن في برطمان حط زيت، مش عايز يبقى أخليها زي ما هي كده، عشان خاطر لو أنا هعمل حاجة محمرة وحطيت الفرسة أو التتبيلة دي فيها زيت هتعمل عازل فمش صح. طيب حطينا التوم اساسياتي، هجيب عندي معلقتين شبت كبار كده اهو بالشكل ده، السمك يحب الشبت، وكمان الكزبره نفس الموضوع مفرومه، وانا هزود عليها كمان من عندنا حبه اعشاب. اعشاب اللي عندي هي اللي موجوده في السوق اللي هي ممكن تكون الروزماري او اكليل اللي هو اكليل الجبل، او لو في زعتر بيدي ريحه كويسه قوي. هفرمه كده وادخله عندي في وسط التتبيله عشان اتبل كويس قوي السمكيه بتاعتي واحس ان انا باكل طعم او باكل سمك ليه طعم كويس قوي. ده
طريقه مختلفه تماما عن كل مره، فكره الاعشاب. اي ماشي الكلام. طيب ايه تاني عندك يا سيدي؟ عندي بقى هنا حبه اعشاب تانيين زي ورق الغار والحبهان مفرومين، مش كتير عشان ما يغيرش طعم السمك. عندي هنا معلقه فيها كمون على بهارات سمك اهي، كمون نص واحده او ربع واحده، وعندي حبه شطه، عندي حبه كزبره ناشفه، وعندي معلقه ملح. مش هزود ملح اكتر من كده عشان انا كده كده مظبط حاجه. وهنا بقى هنا بقى عندي الليمون الفريش، انزل كده بحبه ليمون حلوين، زود ليمون براحتك خالص، وكمان من عندي حبه خل تنين. حلو الكلام. تتبيل السمك يعني مفيش حاجه صعبه فيها. ايه اللي هتزوده بقى غير الاعشاب في التتبيله دي؟ اللي هزوده عندي بصل عشان هحشي كويس جدا السمكايه، واعتمد على الخلطه اللي انا عاملها فيها بصل وفيها الشبت والكزبره والفرسه بتاعتي. ادي بصلايه مفرومه، وكمان هعمل حاجه حلوه قوي، هجيب عندي من ورق الكرفس وهبدا افرمه وادخله عندي في الخلطه كحشو. ورق كرفس او عود كرفس بورقه بالشكل ده. اكيد انا بدور على فكره معينه عشان اخد نفس كويس جدا في الصينيه بتاعتي واتبل كويس قوي السمك، لان السمك في بدايته اهم من نهايته. بمعنى يعني لو ما تبلناش السمك كويس ما نعرفش نتبله تاني. واسال اي حد في الكلام ده، ما ينفعش بعد ما اتبل السمك وبعد ما احمره واجي في الاخر احس ان هو ناقص ملح وكمون. هحط ملح وكمون ما عنديش مانع خالص، وشطه وكل حاجه، بس لحم السمك ما تتبلش. في انواع من السمك ما بتتبلش اصلا زي المشوي. المشوي دايما احنا ما بنتبلوش، بنحطه زي ما هو مقفول كامل. وفي الرد اللي عملناه الاسبوع اللي فات مع حضراتكم، وبعد كده بنعمل ايه؟ بنبدا نحط عليه بعد ما يخلص حاجه من حاجتين، لا اما بالطريقه اللي عملناها الاسبوع اللي فاتت ملح وشطه وكمون فقط لا غير، لا اما ممكن نعمل نفس التتبيله زي دي بس نزود لها حبه ميه طماطم وميه بصل وخلي زياده وليمون زياده، وندي باللوش كده بالميه بتاعه التتبيله على وش السمك وهو على الشوايه. ده موجود وده موجود. احط عندي كمان الكرفس على التتبيله الحلوه دي كده. لازم الحاجه تبقى من الاول كده ليها ريحه وليها طعم. خلينا نقلب كويس. دي تتبيله جميله، شايف ان انا ممكن احط عندي حبه خل كمان وحبه ليمون عشان تبقى جوسي اكتر، عشان عايز اتبل كويس قوي. تبلت السمك اللي انا عاملها اكيد الصح والمظبوط عشان نبقى واضحين مع حضراتكم، مش اقل من ساعتين ثلاثه. يعني انا عندي الحاجه في البيت لما تيجي تعمل السمك ده بتسيبه قبلها بيوم بس، تاكل تاني يوم سمكايه متحمره، يبقى انت مش عايز تاكل حاجه تانيه في الدنيا غير السمكه دي فقط لا غير. الفكره في السمك ان سمك كتير جدا ممكن يتعمل في البيت ويمكن احسن من المطاعم، ولكن الكارثه الوحيده ان احنا ممكن نلاقي السمكه ملهاش طعم، ده عيب في التتبيل. هنا السمك انا حطيت فيه حبه خل زي ما حضراتكم شايفين اهو، وحبه ملح تمام، ومغسول غسله نظيفه، ولكن هوريكم برده كالعاده حبه الميه اللي هيطلعوا من الخل شكلهم عامل ازاي. اهو بص كده يا استاذنا، ادي السمكيه بعد ما اتنضفت بالخل والليمون والملح من جوه ومن بره. بص يا عم شفيق، انا احب السمكيه تكون من جوه كده فريش باينه، ما يبقاش حاسس ان انا شكلا بره ومن جوه. بص يا شفيق، وانا عندي فرشه للسمك على فكره، وكل الناس كلها عندها فرشه في البيت للسمك، من بطن السمك بننضفه كويس قوي، لان دي حاجه لازم تبقى فيها امانه بينك وبين نفسك وانت بتاكلها. ننضف السمك كويس جدا اهو، المايه دي مش عايزها. بص يا شفيق، معلش اعذروني بوريكم المنظر ده، اكيد بنشوفه في البيت بس انا دوري ان انا اتكلم عنه مره واثنين وثلاثه، فلو ما عملوش صح يبقى احسن ما ناكلوش. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب عندي السمك، انا خلاص تبلت نضفت كويس جدا، هجيب عندي السمكيه واعمل كده. بص يا شفيق كده الفتحه دي اهو. ليه بتعمل كده؟ لعده اسباب. رقم واحد ان انا اخلي السمكيه عندي تتبل كويس بسرعه وتخش جوه التتبيله بتاعتي. رقم اتنين تستوي معايا في الانجاز، ما يبقاش في تاخير. هشيل كده الحاجات دي عشان مش عايزها، هي شكل حلو في السمكيه ولكن هتبقى مقرفه شويه في التحمير. ماشي الكلام. بتبل كويس قوي، هجيب عندي طبق فاضي عشان اتبل فيه براحتي، لان انا عايز اتبل السمك كويس وهحشيه كمان. ماشي الكلام. انا كده بجيب الناحيه الثانيه برضو، معلش هو يوم السمك بيبقى زفر شويه، ولكن من نعمل الحاجه صح لا ما نعملهاش كده، ونشيل الحاجه الزياده بالمقص. طبعا السمك بنجيبه متنضف كويس جدا وما فيهوش اي مشاكل خالص. بعمل كده اشيل الحاجه اللي مش عاجباني عادي جدا، وبعد كده هبدا اشتغل براحتي اهو. بص السمكيه يا شفيق، فتحها كده وتفرق معاك التسويه. سخن طاسه على نار هاديه مش على نار حاميه. ليه بقى؟ لو انا سخنت الطاسه زيت سخن جدا السمكيه هيبقى شكلها حلو جدا من بره، ولكن من جوه يعلم الله. بالعربي كده هتستوي من بره ولكن من جوه لا. فليه انا احسن لي اخلي السمك يكون معايا مستوي براحته خالص كده اهو.
تمام كده انت عملت شيل بقى الزفاره دي الله يكرمك عشان انا ما بحبش الحاجات دي. وبعد كده تعالى نشتغل على نظيف. ايه اللي هشتغل على نظيف؟ هبدأ احط عندي السمك بتاعي واتبله كويس جدا. تعالى كده هندسه اهو بسم الله ادي التتبيله بتاعتي كده اهو. واجيب عندي السمكيه ادي الحش بحشي كويس. بص يا شفيق اهو بحشي كويس كده اهو وابدا اعديها كويس قوي كده واتبلها بالشكل دوت وش وظهر واعمل حركه حلوه عشان تشبط فيها كويس التتبيله اهو يا عم شفيق وش وظهر معانا يا استاذنا اهو كده. ولما اجي احطها على الدقيق هبدا اشيل من على التتبيله اللي في الوش مش اللي في النص. بص التتبيله يا شفيق لازم تكون شاربه من ميه التتبيله ومن الخل ومن الليمون اللي محطوطين وبهارات السمك كل حاجه تكون واخده حقها لان ده سمك. فالسمك ما ينفعش نتسلق فيه ولا نعمله شغل كده على السريع وخلاص. لا لازم يشرب كويس جدا من تتبيله السمك. عشان كده انا بقول لازم السمكيه تقعد لها مش اقل من ساعتين ساعه ونص بالذات السمك اللي فيه عظم او فيه شوك عشان يشرب كويس قوي. اما لو سمك فيليه مش هنقول اقل من نص ساعه مفيش مشكله خالص. اهو كده بص السمك وهو ني يخليك تقدر تاكله مفيش مشكله. هو ده اللي بتكلم عليه. قلب كويس جدا كده اهو واللي اتفتح فيها وتحطها كده بالشكل دوت وتجيب باقي التتبيله وتلمها كويس جدا اهو وتبدا تحطها على وش السمك عشان يتشرب بالطعم اللي انت عايزه اهو بالشكل ده. ده كده يقعد له مش اقل من ساعه زي ما اتفقنا مع حضراتكم. وبعد كده هعمل ايه بعد الساعه؟ هبدا افضيه من التتبيله على الوش وابدا انزله عندي في الدقيق والدقيق هيحمره لي في الزيت ومتشكرين. ده طريقه سمك جديده سهله قوي بالاعشاب وريحتك المطلوبه. انا كده تمام ما عنديش اي حاجه خالص ولكن عايز اعمل تتبيله وخلطه ثانيه للسمكيه دي برده في الصينيه. ما احنا قلنا نعمل صينيه بطاطس فبدام انا هعمل صينيه بطاطس يبقى لازم اعملها مظبوطه. يبقى هعمل لها صوص طماطم محترم يبقى هعمل لها كمان خلطه خضار متتبله كويس جدا بكل البهارات بتاعتي اللي هي تمشي معايا في تتبيله السمك. وبعد كده هبدا هحمر ده لوحده وابدا احط كله مع بعضه في قلب الصينيه وادخلها الفرن. هبقى انا بس مستني ايه؟ تسبيكه صلصه الطماطم مع تسويه البطاطس فقط لا غير ولا اكتر ولا اقل. انا هشوف مع حضراتكم دلوقتي هنتبل البطاطس ازاي وهبدأ كمان هعيد تتبيله البطاطس مع الخضار. خضارك عباره عن لو حبيت احط فلفل حار ماشي الكلام حبيت احط خلينا نشغل النار على طاسه ثانيه عشان خاطر او حله ثانيه عشان خاطر ابدا اسوي فيها الصينيه بتاعتي ويبقى كله ماشي حاله. طيب الدقيق طبعا زي ما حضراتكم شايفين ادي الخضار بتاعي طماطم فلفل بصل ولو حبيت احط عندي طبعا اكيد البطاطس ولكن احب دايما اتبل حاجتي قبل ما اشتغل بيها. هجيب بوله فاضيه بسم الله بوله فاضيه حلو الكلام. هصفي كويس قوي البطاطس انا مقطعها زي الشيبس مقطعها رفيعه جدا عشان ما تبقاش معايا مسمره فالافضل ان انا اقطعها احسن لي من دلوقتي عشان خاطر تبقى نازله معايا زي الفل. اهو دي البطاطس ماشي الكلام وكمان عندي دي الطماطم والبصل معاهم كده على طول ماشي الكلام وعندي الفرسه بتاعتي نفس الكلام معلقتين الهريسه ومعلقه ثوم ماشي الكلام حبه شبت وحبه كزبره تانيين ماشي الكلام وعندي كمان حبه ملح وروق كده كويس قوي على تتبيلتي ريحه الشبت عاليه جدا حبه بهارات سمك على كمون روق كويس السمك وحبه شطه عشان الاكل ده يكون سبايسي وكمان حبه كزبره وقرن فلفل حار عفوا دي الشطه فلفل حار وفلفل اسمر تبل كويس قوي حاجتك وتقلبهم مع بعض كلهم مع كمان حبه زيت زيتون من عندنا دي بقى كده اهو ماشي الكلام وهبدا اشتغل واحده واحده ثانية واحدة الحمد لله سوري انا اسف جدا جدا تمام انا كده شغال وزي الفل. هعمل ايه دلوقتي؟ هبدا المفروض ان انا اقلب كل الكلام ده كله مع بعضه وبعد كده هبدا احط كل الكلام ده كله في الصينية بس بعد ما احمر السمك. انا هطلع فاصل صغير جدا وبعد الفاصل هرجع هكون محمر السمك ان شاء الله وكون مقلب كل الخليط الحلو ده كله ومبيته في الصينيه وفاضل عندي بس نحط السمك المحمر وادخل الفرن على حبه صوص طماطم. صوص طماطم في ايدينا نسبكه عادي جدا بملح وفلفل بصلايه فص ثوم ونص مكعب مرقه ومعلقه صوص طماطم عشان تغمق لون طعم لون صوص الطماطم بتاعتي. نطلع فص من الوصف.
اهلا بكم مره ثانيه مع الام هنا. طيب قبل الفاصل كنا احنا محمرين السمك البلطي وسايبه خالص يتقرمش، انا مش عايز اقلب فيه كتير بصراحه، وعايز اسيبه كده يعني حس ان هو هاكله كده لوحده من غير ما احطه في الصينيه، عشان انا عايز اسويه قدامي مش عايز اسويه يكون جوه الفرن. بص كده مش هكي. نبص عليه، ايوه انا عايز كده سمك محمر، مش سمك يكون معجن او يكون حاسس ان هو لا ده لسه شويه. سيب الحاجه براحتها ما تسيبهاش من على النار، والمنديل بتاعي جاهز اطلع عليه على طول بعد ما احمر. صلصه الطماطم زي ما اتفقنا، خدت عصير الطماطم من الفريش اللي كان موجود، معلقتين صلصه طماطم، مكعب مرقه، حبه ملح، حبه فلفل، حبه كمون، سيبهم عندي يغلوا وتم التمام. طيب في عندي حله حطيت طبعا هنا البطاطس والخضار بتاعي كله قدام حضراتكم. الحله دي سخنه جدا وفيها زيت يعني سخن، وجايب عندي بشكل بسيط كده قشر جمبري، انا عايز اخد منها مرقه، عايز اعمل مرقه جمبري. مرقه الحاجتين، هاخد حبه مرقه هعمل بيهم شوربه الجمبري اللي هو لحم الجمبري زي ما حضراتكم شايفين، ربع كيلو جمبري اقشر هاخد منه اللحم بس واعمله شوربه كده بالكريمه على مزاجي، وهاخد حبه مرقه من قشر الجمبري ده. القشر بتاع الجمبري ده انا قشرته، تعتير الدقيق وسايبه قدام حضراتكم اهو يشرب شويه كده من الدقيق اللي فيه، وبعد كده هبدا هلسعه لسعه كويسه قوي على الطاسه بمعلقتين زيت عشان يسخن كويس قوي ويعمل لي كده لون غامق. هتشوفوا دلوقتي مع بعض اهو. بص يا استاذنا اهو، عايز احرقه شويه. حرق الجمبري مع معلقه الدقيق ده هيعمل فيه يعني زي ما بيقولوا كده عرق شويه. العرق ده هيبقى هتشوفوا شكله عامل ازاي، انا قصدي عليه. هاخد من هنا مرقه هشرب بيها المدفونه بتاعتي. ايه المدفونه بقى يا سيدي؟ المدفونه دي جايب عندي حبه سي فود مشكلين مع كوبايه رز بسمتي مغسوله ومتصفيه، وابدا هجمع حبه السي فود اللي موجودين. اي سي فود انا بحبه، عندي جمبري على كاليماري على سبيت، اي حاجه انا عايز قشر بياض، اي سمك انا قدامي مش عايزه اقدر اقطعه صغير او زياده عندي اقدر اعمل بيه زي حبه رز كده مشكلين بفواكه البحر. ده في ايدينا وسهل ما فيهوش صعوبه خالص. بجمعهم كلهم كده شكله في التلج، وادي الجمبري متقطع مكعبات، وادي السبيت زي ما حضراتكم شايفين مفيهوش حاجه خالص. بس انا دايما بحب احط الحاجه في التلج عشان تدي احساس الفريش، وهو ده المطلوب اهو. حلو الكلام. دول موجودين قدام حضراتكم، دول هعملهم مدفونه. المدفونه عايزه طاسه سخنه وعايزه واحده واحده عشان اشتغل بيها من غير صربعه. الجمبري زي ما حضراتكم شايفين اهو، اول ما يتلسع هدي له مرقه ياخد وقته ويشتغل تاني ويغلي. هاخد المرقه هقسمها على جزئين، الجزء الاول للمدفونه، الجزء الثاني حبه صغيرين كوبايه كده مع الكريمه كده هيفرق معايا كتير قوي. طيب ابدا اول حاجه هجيب بشكل بسيط كده هجيب معلقتين كرفس على كرات، حاضر اهم، وكمان معلقه بصل او نص بصلايه، بلاش المعالق، نص بصلايه، وهديهم عندي معلقه زيت كده اهو، وسيبهم يتشوحوا. بس يا شفيق ما فيهاش حاجه خالص، يتشوحوا على السريع اهم، لكني مثلا بعمل شوربه، لكن انا بعمل رز، بس عايز اعمل رز يكون ليه طعمه كويس قوي. يعني فكره البصله وهي في الرز لما تتبل كويس وحط لها كمان معلقه كمون اكيد الموضوع هيختلف. هاجي هنا هقلب السمك اللي لسه ما قلبتوش، حاضر هاخد تليفون اقلب السمك اللي واحده واحده كده. معلش هديني مين يا شفيق؟ يا حوده. خير يا علاء؟ صباح الفل، ازي حضرتك؟ معلش انا بقول لك علاء لان انت من ولادي يعني. طبعا ده شرف ليا يا فندم، هو انت لازم تقول لي علاء طبعا على طول. الله يبارك فيك. ازي حضرتك، اخبارك انت ايه؟ كله تمام؟ صديقي الوالد يعني اساسا. ده شرف لينا يا فندم، ربنا يخليك. امرني المهندس محمود السماك معاك. اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس، اهلا بيك يا فندم. طبعا انا لما بشوف السمك في الشاشه بروح خالص يعني الحقيقه. بالهنا والشفا، تعالى اتفضل غدا عندنا. لان السمك دي اساسا مهنه ولقب يعني. تمام، لو السمك بيني وبينك يعني ما شاء الله يعني اكله جميله. يعني والواحد ما بيزهقش منها اساسا ابدا يعني. لا هو بص لو كنا كل يوم سمك ما نزهقش. أيوة ولا يتخنا ولا يرفعنا ولا اي شيء، السمك مفيد جدا وصحي، بس المهم يتعمل صح. ايوه ما دام حضرتك سماك يبقى اكيد فاهم يعني ايه كلمه يتعمل صح. ده اللي انا شايفه فيك والله يا شيف علاء. ده شرف ليا وشهاده من حضرتك لينا. يعني ربنا يبارك لك. وبعدين احنا قاعدين دلوقتي لو قطعنا البطاطس تخين شويه، ايه رايك؟ تخينه؟ يستوي الاول يعني، ونسيبه يستوي الاول، يستوي شويه يعني. يعني قصدك ان نقطع البطاطس دي تكون كميتها اكبر؟ ايوه، وايه ونسيبها تستوي شويه قبل ما نحط السمك، لان انت عارف طبعا
طبعا من غير اعلام يا علاء. أيوة. السمك بيستوي يعني بسرعه شويه. طب ما تيجي كده معايا بالكاميرا بعد اذنك اوريك حاجه حلوه. تعالى كده يا استاذنا، تعالى يا باشمهندس. بص انا بعمل ايه. انا عارف. لا انا فاهم، انا فاهم. عارف انا بعمل دلوقتي؟ بتسوي البطاطس اهو على الشوايه قدام عينيا. ايوه تستوي كويس، وبعد كده احط السمك المحمر وصوص طماطم على الوش. أيوة. صح كده ولا غلطان؟ احنا عايزين شفيق يبقى جنبك بدل ما كل شويه تنده له يعني. ما هو شفيق ده مغلبني والله يا باشمهندس، مغلبني جدا. احنا عايزينه يبقى جنبك كده على طول يا باشا. ده من ذوق حضرتك، ربنا يعزك يا رب. ربنا يبارك لك وياه. احلى شهاده واحلى مكالمه يا باشمهندس ان شاء الله. والحمد لله يعني انا شايف ان انت في تقدم ملحوظ جدا 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 يعني. ربنا يخليك، ده من فضل ربنا. طبعا فضل الوالد علينا برضو وعليك يعني، ده ما ننكروش يعني. طبعا طبعا اكيد طبعا. الاب ده يعني احنا من غيره ولا حاجه. وبعدين في فكره عايز اقولها لك بالنسبه للرز يا علاء، معلش سامحني يعني. اتفضل يا فندم اتفضل. في بصلايه بنحمرها زي بتاعه الكشري. ايوه عارفها. ايوه. بعد ما الرز بيستوي نص سوا بتاع السمك. ايوه واخد بالك، بنروح رميينها في قلبيه. على الوش قصدك صح كده؟ لا جواه، جوه البصل، جوه الرز. الرز تمام. فكره حلوه برده. انسى الرز بقى بعد كده بتاع السمك بقى. ايوه والله فكره حلوه، انا هعملها برده معاك دلوقتي. وبعدين انا هقول لك حاجه، فضل. ليه ما نعملش رز السمك بالشعريه؟ رز سمك بالشعريه. ايوه ده على طريقه ايه؟ على طريقه بورسعيديه؟ لا لا لا، انا دي طريقه مصريه بتاعت محمود السماك اساسا. بص يعني هقول لك على حاجه يا استاذ محمود. اتفضل. الرز بيني وبينك عشان نبقى صرحه مع بعض، اتفضل. السمك المشوي الف به رز ابيض، ماشي. السمك المحمر الف به رز بالرز يكون أحمر. معمول صياديه رز احمر، ماشي. انا مش عايز اخش في فكره الرز بالشعريه. اسمعني. لا انا عايزك ان شاء الله. انا بحمص الشعريه يا شيف علاء. ايوه بحمصها، بحمصها. ايوه واخد بالك. جميل. جرب مره حط شعريه ان كان مثلا مقليه في الزيت او محمصه مع أيوة. رز السمك. أيوة. وشوفوا بعد كده هو يعني رز. اكيد الموضوع يختلف. رزايه مفلفله 100 100 يا شيف علاء. خلاص ماشي الكلام، انا هجربها وهعملها واشوف اخبارها ايه. يا حبيبي ماشي، ماشي الكلام. بشكرك جدا يا استاذ محمود. ربنا يكرمك ان شاء الله. الله يخليك يا فندم، بشكرك جدا. مع سلامه الله. وانا شاكر انك يعني استحملتني يعني. لا ما تقولش كده، انا واجب عليا ان اسمعك واستفيد من حضرتك كمان. الله يبارك فيك. ربنا يعزك يا باشمهندس، ربنا يخليك. سلام للوالد. الله يبارك جدا. يوصل. حاضر يا فندم، بشكرك جدا، بشكر كل اللي بيتكلموني. بص هقول لحضرتك على حاجه يا باشمهندس، الاكل ليه اذواق كتير وليه 500 مزاج، ولازم كلنا نسمع بعض، لان كل واحد فينا بيحب الاكل، يحب يتفنن ويحب يطلع اكل يكون على مزاج. انا من واحد من وجهه نظري ممكن اقعد اخترع كل يوم اكله سمك، ما عنديش مانع وما ازهقش، شغلتي كده. واكيد حضرتك نفس الموضوع، فاللي انت بتقوله سبحان الله بيتحقق قدام حضرتك. عايز تقطعها كبيره عشان تستوي؟ لا ده انا بقطعها صغيره وبسويها برضو على النار على الهادي خالص على الشوايه، عشان برضو لما اخلص المحمر اللي قدامي خلص خلاص هبقى احطها بقى انا برضو رايق على تسويتي. اختلافنا مع بعض في جزئيه بسيطه جدا، فكره الرز بالشعريه. انا بحتفظ بيه لحاجه واحده، لما اخش في الاكل الطبيخ بتاعنا او الشرقي شويه بيبقى ليه طعم كويس قوي بيني وبينك. يعني الرز بالشعريه مع الداوود باشا، الرز بالشعريه مع الملوخيه ماشي عاد، ورغم الملوخيه برده رز ابيض، الرز بالشعريه يمشي في اكلات كتير جدا، وبرده كمان اكيد هنمشيه في السمك عشان خاطرك انت بس. تمام. وانا بتكلم مع الاستاذ حطيت هنا كرفس وبصل وكرات وتوم مع البصلايه ومع كمان فص التوم ومع كمان قشر الجمبري اللي هو بقى لونه محمر من اللسعه اللي حطيناها بمعلقه الدقيق دي. مرقه سيبها خالص تغلي براحتها خالص، وهتبلها براحتي في الاواخر، وابدا بعد كده هشغلها عندي واحده واحده. جه دلوقتي دور السمك ان انا اطلعه حالا. اتحمر بقى زي الفل اهو كده. السمكايه ما فيهاش حاجه خالص غير بس ان هي ممكن تتاكل على هذا الاساس، ولكن زي ما قلت لحضراتكم انا ادخلها عندي في الصينيه ما عنديش منها خالص. طبعا الرز مش فارق عندي خالص، خليها كده. نرفع الزيت عشان خاطر طبعا سوينا، وناخد كمان السمكايه اللي باقيه هنا كده على المنديل عشان خاطر بس نمتص شويه الدهون، ما نزودش شويه في فكره الزيوت اهو. سمك بولتي ما فيهوش حاجه خالص كده اهو. وبعد كده نحطه عندي على طول على الصينيه وندخل الفرن. ادي صوص الطماطم بتاعي، وادي هنا عندي حاجه المدفونه، حبه السي فود نزلتهم يتقلبوا كويس جدا،
خلاص بدأوا يشتغلوا معايا، هبدأ أنزل عليهم كمان بحبة الرز. الرز أنا مش فارق عندي تشويح الرز، الرز مش فارق عندي إن هو يتشوح. ليه بتقول مش فارق عندك يتشوح؟ عشان الرز أصلا أنا هعمله شبه مسلوق، يعني زي البسمات دايما ممكن يشوحه ممكن لأ، بس أنا مش عندي فكرة المسلوق. هنزل عندي بالبصل بالسمك بتاعي على الوش كده. أنا عايز حاجة طبعا أمسك عليها عشان خاطر دي سخنة، بلاش نمسك حاجة سخنة والتانية بتهري اهو كده واحدة واحدة عشان نطلع السمك زي ما هو. ادي السمكاية البلطيايا كده اهو، كده انت عملت اللي انت عايزه كله، فاضل عندك صوص الطماطم وتدخل على طول على الفرن. بسم الله. ادي عصير الطماطم بتاعنا ينزل على طول كده صيادية في الصينية اهو كده اهو. عندي حبة مرقة خدهم ولا مية عشان اقفل بيهم الحبة اللي في الحل الاخر، دول فيهم البهريز بتاع صوص الطماطم اللي موجودة اهي. ركز معانا هندسة في كل تفاصيل ما تقلقش اهو. ده الكلام ده كله بقى يا عم الحاج يخش جوه الفرن ويعيش حياته. عايز اكمره اكمره، مش عايز براحتي. انا دخله على طول مش هكمره عشان انا عايز الصلصه دي وتتشرب كويس قوي، واحط كمان عليها حبه مرقه كمان عشان البطاطس تاخد وقتها في تسويتها، واخفف شويه كمان الصوص ينزل على فكره الخضار ويسوي الدنيا كلها بمزاجي. ممكن بقى دي بقى الحاجات اللي عندنا احنا بقى هنا بقى ورقتين غار كده على الوش، روق السمك على مزاجك خالص. حبه بهارات تانيين الاعشاب المقرمشه، وهنا حبة أعشاب برضو كمان على الوش. ده كله بيفرق معايا أنا في التست في الآخر. تمام، هحط ده كله في الفرن عندي ياخد وقته ويعيش حياته. الفرن درجة الحرارة خلينا نتكلم في المتوسط 150 درجة الحرارة، واسيبها تاخد وقتها. الصينية دي مش تاخد معايا 10 دقايق، أنا بس عايز أسوي أو أكمل تسوية البطاطس في الفرن. البطاطس واخدة تسوية براحتها خالص. تمام، ده كده راح. ثانية واحدة مش طلعك فاصل، اصبر عليا. هنا الجمبري مرقته شغالة، عايزة تقصر أكتر وعايزة تشتغل أكتر وأكتر. طيب خلينا نبص على المدفونة. أدي عندي السيفود زي ما أنت شايف يا هندسة كده بقى واخد وقته واخد تسوية حلوة. أجيب عندي كوباية الرز يتشوح يتشوح تشبحتين، وبعد كده هبدأ أكون مجهز عندي فكرة المرقة بتاعتي أنزلها تاخد وقتها، هتلاقي السمك يستوي كويس قوي. فده حطينا رز يبقى لازم نحط له حاجته كلها اللي هي عبارة عن حبة ملح عشان يبقى كويس، وكمان مكعبين زبده دلع الرز كويس. حلو الكلام. لو عايز اخليه سبايس احط فلفل حار، بس انا عايز اخليه كده زي الفل. حط عندي حبه بهارات سمك على كمون يديني برده اللون اللي انا عايزه، واقلب كويس جدا الرز بتاعي. ده فاضل عليه المرقه، المرقه بتاعتي. لو مفيش مرقه جمبري هجيب مكعبين ثلاثه من مرقه الخضروات وابدا افرمهم كويس جدا مع لترين او لتر ميه حسب اللي انا بشتغل بيه، وبعد كده هبدا هشتغل عليه على طول كمرقه. ده طبق هيخلص على طول ان شاء الله. فاضل عندي الطبق الاخير هطبقه بس دقيقه واحده يا هندسه معلش قبل ما اطلع الفاصل عشان اكسب بس وقتك. حاضر حاضر حاضر، اصبر عليا. الشوربه اللي بتكلم عليها شوربه جمبري فليه. خلي السمكه دي تتحمر حد ياكلها انا عارف. ماشي الكلام. جمبري فليه على فكره مش شرط نوع جمبري معين، ولا فارق عندي فكره ان اشتغل بده او بده، لا انا اي جمبري اقدر اشتغل بيه ما عنديش منها خالص. بس المستحب يعني لو حبه سويس كده صغيرين. صحيح، من ضمن التعليقات اللي شفتها على حلقه بورسعيد ناس كتير دخلت، وناس كتير حتى من السوشيال كلموني وقالوا لي قصه ان ناس كتير زعلانه. انا مش عايزكم تزعلوا، لاني زي ما رحت بورسعيد هاجي عندكم والله العظيم، وما بقولهاش مجامله. يعني السويسه دول حبايبي جدا، فيعزوا عليا قوي ان يزعلوا ايا كان عددهم. يعني هو بتاع خمسه مش كتير، بس الخمسه دول على راسي قبل مليون بني ادم. فالسويسه انا جاي لكم والله العظيم ان شاء الله في اقرب وقت، والاسكندريه دول ما تتكلموش معايا خالص في الفكره دي، لانه انتوا اول ناس جت لكم وهجي لكم ثاني وثالث، لان اسكندريه بالنسبه لي انا يعني ملهاش حل. فكده كده جاي، يعني انا بروح اسكندريه شغل ومن غير شغل. فهاجي ان شاء الله هعمل حلقات حلوه جدا ان شاء الله في اسكندريه. والسويس طبعا اكيد ما يكلموش. اسماعيليه المانجا داخله، هنيجي برضه اسماعيليه ما تقلقوش. بس انا بقول الكلام ده عشان ردا للناس اللي زعلانه يقول لك ما جيتش ليه اشمعنى احنا.
فطبعا انا زعلت يعني، كذا حد كلمني قال لي علاء الناس بتتكلم على السوشيال وزعلانه ان انت عملت كذا كذا كذا، فطبعا انا ما بحبش حد يزعل مني مهما ان كان الموضوع، فبقول لحضراتكم وبوعدكم ان انا ان شاء الله زي ما رحت بورسعيد ان شاء الله انا بلف دايما زي ما انتم عارفين، ودي شغلتي انا ما بعملش حاجه زياده ولا ناقصه، ده شغلتنا ولازم نعمل كده عشان نرضى حضراتكم ونيجي حد عندكم. انا من الناس اللي بحب دايما اروح لحد عند حضراتكم مش بس في الاستوديو، لان اكيد وجهه النظر انا بتعب جدا انا وزمايلي طبعا اكيد احنا بنشتغل الصبح وبالليل عشان نصور الحاجات دي، ولكن مش خساره لحضراتكم لان احنا بالعربي كده تحت امركم. تعال نطلع فاصل، بعد الفاصل نكون شفنا اخبار طبختنا ونخش نشتغل في الشوربه واحنا شغالين، بس نحمر لها كده البصلايه والكرفسيه بتاعتها بمعلقه الزيت، وبعد كده نرجع بعد الفاصل. اهلا بكم مره تانية مع الأمانية. طيب قبل الفاصل كنا احنا مدخلين صينيه البولتي جوه الفرن وعملنا المرقه، خدنا منها حبه وهي خلاص خلصت زي ما حضراتكم شايفين اهي، انا معلي النار بيني وبينكم، خدت ريحه الجمبري والنخشيش بتاعه الجمبري عملت بيها المدفونه اللي احنا شوحناها مع حضراتكم مع الرز وسايبها عندي زي ما حضراتكم شايفين تتبخر وتعيش حياتها وتمام التمام. البصلايه مع الكرفس المفروم للشوربه، الشوربه هعملها بالكريمه، فهاخد كمان حبه مرقه من مرقه الجمبري، بس الاول اشوح الجمبري ذات نفسه، وانا مسايب الجمبري زي ما هو كبير كده كامل ومش هياخد مني اقل ان شاء الله من 5 دقايق. انت معاك قد ايه يا شفيق عشان ما تجيش تقول لي يلا ومش يلا؟ كم؟ 6 دقايق. والله بتهزر. ماشي ايوه خليهم 10 دقايق كده، انت جدع احبك يا شفيق. تمام، هشوح الجمبري كويس قوي واسيبه يتشوح براحته خالص، مش هديله ولا توم ولا حاجه تانية خالص، هو بس الكرفس والبصل وتم التمام. حاجه من حاجتين، لو انا ما عنديش كريمه في البيت وعايز اعملها كريمه، معلقة دقيق مع معلقة زبدة، وأحط عندي حبة حليب ما عنديش مانع، حبة مرق ما فيش مشكلة. الفكرة ما بين الدقيق وما بين الزبدة هي حاجة واحدة، الرو أو الربط، ربط القوام بتاع الشوربة أو بتاع الصوص بيجي نتيجة الزبدة مع الدقيق. الزبدة مع الدقيق هي بتعمل العامل الأساسي للربط، البشاميل، الصوص الأبيض، أي صوص في الدنيا لو أنا عايز أمشيه مربوط شوية بالفكرة دي مش أكثر ولا أقل. لو أنا عايز أمشيها نص نص ويعني أظبط الأمور، ممكن معلقة دقيق واحدة، معلقة صغيرة هنشوفها مع بعض دلوقتي، تربط كويس قوي الجمبري بتاعي، وبعد كده هبدأ أحط عليها حبة كريمة لباني وأحط عليها حبة المرقة ومتشكرين. تعال نبص على الفرن ونطلع عشان خلاص كده أنا مرضي من اللي الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أهو تعالى هندسة، تعالى أصورها كويس عشان خاطر أكلك منها. تعالى أهو هي تطلع زي ما هي كده على فكرة، هي ولا محتاجة مني أبيض ولا أسود. صوص الطماطم خد لونه، البطاطس الحمد لله استوت، صوص الطماطم يتاكل مع الرز يمشي معايا برده مفيش اي مشاكل، لو عايز امشيها بعيش انا برده راضي. ده كله اهم شيء ناسسه في الاكله، ده اول طبق لحضراتكم. طيب الطبق الثاني خلاص المرقه عندي بقت تمام التمام، والجمبري مش عايز اخليه يبقى مستوي قوي على النار، بما معناه اخليه يغلي احسن لي من التشويح. هقول لكم ليه، لاني ما بحبش اقول كلام غير ما نفسره شويه. الجمبري لو خلاه يتشوح كتير بالشكل ده هيستوي مش هيقول لي لا، بس فرق تسويه التشويح من فرق تسويه الغليان بالمرقه حاجتين. الفرق الاول ده بيبقى كاوتش بعد ما يبقى مستوي، الفرق التاني بيبقى جوسي، بيبقى شارب مرقه فغلي، فبايدينا المسلوق بيبقى ليه طعم والمتشوح ليه طعم. والجمبري بالذات بعامله معامله رقيقه شويه عشان خاطر ان انا مش محتاج منه اخليه تسويه كامله زي ما بيقولوا تشويح. خلاص كده هعمل ايه، انا هحط عندي الدقيق، معلقه الدقيق واحده اهي كده، معلقه واحده، وكمان معلقه الزبده اهو زي ما حضراتكم شايفين. بصوا شفيق ركز الله يهديك اهو، والله العظيم انا حاسك ان انت مش معايا اهو، ادي الزبده ساحت راحت ايه يا شفيق، ما تروح بعد الله ينور عليك اهو كده، خليك لماح كده معايا، ادي الزبده مش باينه خالص الزبده دي. راح جايب عامل ايه بقى، جايب عندي المصفى بتاعي واحده واحده بسم الله، وانزل عندي بمرقه الجمبري. بص اللون ده يا شفيق، ده البطارخ اللي في راس الجمبري. اهي يا استاذنا نزل كده كله، وانا مش عايز اكتر من كده، متشكرين تمام التمام زي الفل. نرفع دي خالص، ريحه الجمبري طلعت عليا وريها ريحه، ده كده غلوتين ثلاثه، والشوربه دي تقدم معايا زي ما هي كده تمشي بالكريمه برده تمشي اللي انا عايزه. انا بفكر ما احطلهاش كريمه، بفكر اخليها تغلي على كده لون البسك، لون الشوربه اللي احنا بنحبها كلنا. ماشي الكلام، وده
زي ما حضراتكم شايفين اهو، يتشرب بس كده ويتغرف على طول، مش عايز اديله ولا لون ولا اي حاجه تانية، خليه زي ما هو كده على وضعه، ما فيهوش اي حاجه. كريمه زي ما اتفقنا، حبيت ان انا اعملها، ما عنديش مانع على كوبايه الكريمه قدامي، ما حبيتش برده في ايدينا، الموضوع ما فيهوش حاجه. يعني اكل السمك النهارده زي ما اتفقنا هي مش قصه، هي فكره ان انا بشتغل بفكره السمك اللي موجود في البيت او اللي موجود في السوبر ماركت او في السوق، بعمله بطريقه عاديه جدا وسهله. في 500 حاجه في البيت احنا بنستخدمها كل يوم، ولكن الفرق شويه من دي على دي، هتركب على دي. يعني انا عندي خضار قدامي دلوقتي اهو، ممكن في ثانيه اخترع ان احطه في الرز، او ممكن في ثانيه اخترع ان انا احطه في الشوربه، هيمشي معايا في ده، هيمشي. وممكن كنت احطه عندي في صينيه البطاطس بالسمك البلطي المحمر، ده يمشي وده يمشي. بس انا بحب انقي الحاجه اللي تليق علينا او اللي شبهنا شويه او اللي تتاكل، ما بحبش ازود في المقادير او اخلي الحاجه مجعلصه زي ما بيقولوا كده شويه، واخش المطبخ اتسوح جامد جدا، ملاقيش حاجه قدامي اعملها، حاسس ان ده على ده وعملت مواعين ووسخت الدنيا والوقت عدى مني، مش قصه في الاخر. النهارده انا بعمل 3 اكلات، حبه رز بالسيفود بطريقه المدفونه وزي الفل وتمام التمام، حبه شوربه بالجمبري كل يوم طعم وليهم كمان فايده. ما انت ممكن تشرب شوربه الفيل بس ما لهاش طعم ولا فايده، مش هو ده الصح. فدي هتدوقها هتلاقي ريحه الجمبري، القشر اللي احنا شوحناه وغسلناه كويس جدا، اوعى تحط قشر الجمبري وهو مش نظيف. وانت بتغسل الجمبري كويس، ثانيه واحده شفيق، وانت بتغسل الجمبري كويس جدا خد بالك، لان راس الجمبري فيها جزء من البطارخ، بطروخ الجمبري، وراس الجمبري فيها ريحه الجمبري اكتر من لحم الجمبري. فغسله نظيفه بميه ساقعه وتصفيها كويس جدا، وتشوحها بمعلقه دقيق فتحمر معاك فتتلسع، فتحط عليها المرقه فتبدا لونها يغمق، يبقى نديك اللون البني دوت. عايز تخليها كريم ومعلقه زيت على دقيق، عايز تخليها ساده، يبقى نفس الموضوع زي الفل. حبه المرقه التانيين خدناهم للرز، وادي الرز قدام حضراتكم خلاص بيتشرب اهو، ده فاضل بس يا شفيق 5 دقايق عشان اغرف الرز، والشوربه خلاص اقل من 2 3 دقايق نفس الكلام. عايز ايه بقى؟ طب معلش انا كنت بتكلم وانت بتقول معلش، انا اسف، مش مشكله، خليني اخش مره ثانيه معلش. فده المقصود، السمك اي حد يخش المطبخ يعمله. وعلى فكره في تركيبات كتير جدا موجوده في البيت، الزبده والصلصه والثوم والفلفل والبصل والليمون والجنزبيل كل ده كله في البيت، بس ننقي دي نحط مع دي. والله مش عاجبني كلام علاء، ماشي الكلام ممكن نزود من عندنا احنا او ننقص حسب الفكر اللي احنا عايزينه، ده موجود وده موجود مش اكتر ولا اقل، ماشي الكلام. طيب انا هغرف الشوربه خلاص خلصت، و فاضل لي المدفونه مش فيه، وبعد كده هتبقى تمام التمام. بس بقى شايف الكلام، انا في حاجه بس صغيره عايز اوضح لحضراتكم، انا يعني هي مش وحشه ولا هي حاجه وحشه، الريم ده ريم البطارخ بتاع الجمبري على فكره، بس انا بحب اشيل دايما اي فكره الريم اللي قدامي اهو، شايفه يا عم شفيق اهو بطارخ، والله مش هلس، يعني مش بقول كده عشان اشيله، بس انا دايما بحب اشيل الحاجه اللي ملهاش لازمه عندي. متشكرين اهو، ماشي الكلام. وتعالى يا سيدي نغرف حبه شوربه الجمبري، بسم الله اهو، متشكرين كده، ده يطلع على طول بالشكل ده، وده خلاص نجيب له طبق حلو كده. يا رب يا كريم، ده عايز شويه شفيق كمان، تصبر عليها شويه 5 دقايق طيب ولا ايه؟ لا والله تحلف بالله كمان، ماشي الكلام يا عم شفيق. والله هو بص عشان نبقى واضحين مع بعض، انا ما اقدرش اغرفه على كده، فمعلش خلينا نسيبه شويه يتبخر، وانا ما احبش يعني فكره ان انا عشان خلصت الحلقه فاروح اغرف الحاجه بعينيا، مش سكتي. بص يا عم شفيق، انت عايز تغرف خلص حلقتك، وانا عايز استنى 5 دقايق لما السيفود ده بالرز بتاعه بالمدفونه يتشرب، صح ولا غلطان؟ عندي حاجه من حاجتين يا استاذ العزيز، لا اما تصبر معايا شويه ومعلش ونعتذر لزمايلنا، وده انت عارف انت مش مقبول، لا اما تختم، وانت بتختم زي ما تجيب دول تجيب ده وهو على النار. اه ماشي الكلام؟ دي يا استاذنا، ادي الطبق ده فاضل له 5 دقايق ويتغرف هنا، وادي الطبق فاضي، وادي الحاجه قدامك، ماشي الكلام؟ سلام عليكم.